بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. من أكاديمية حسونة معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعة، لو أنا عايز أعمل بروجكت، البروجكت دون فيه عدة شاشات. طبعا احنا قبل كده اشتغلنا على الشاشة كتير، يعني انت خلاص يعني تعرف تعملها الايكون، تعرف تظبطها، تعرف تستخدم الادوات اللي عملناها واللي لسه ان شاء الله هنطور عليها في الحسونة لايبراري، وبفضل الله نقدر نشتغل كويس جدا. ولكن دلوقتي عايزين نتحكم في كذا شاشة. هنفتح مع بعض برنامج رينج نوت باد وهنبدأ شغل عليه. انا هعمل الفورم الاساسية بتاعتي هنا في الرينج نوت باد، والفورم التانية هعمل لكل واحدة فورم ديزاينر خارجي. تعال نعمل الاول، نروح على الفورم ديزاينر اللي هو امبيدد جوه الرينج نوت باد ده، ونكتب هنا ليبل. هنزل ليبل هنا كده. الليبل ده هكتب على التكست بتاعته ان دي فورم 1. فورم ايه؟ 1. دي كده فورم 1. الليبل ده الفونت بتاعه نخليه مثلا على 24. اوكي، دي كده ايه؟ فورم 1. تمام. طيب نحفظها. طيب من هنا سيف على الديسكتوب، هسميها FRM1. وانتوا عارفين هو هيعمل ايه بقى. سيف. خلاص هو كده عمل التلات ملفات بتوع الفورم اهم. دي الفورم 1 اهي، ودول ايه؟ التلات ملفات الخاصين بيها. وعارفين بفضل الله كل ملف بتاع ايه وبيعمل ايه، شرحناهم بالتفصيل قبل كده بفضل الله. تمام. طيب انا دلوقتي عندي الفورم 1 خلاص مفروغ منها، هعمل ايه بقى؟ هنا من قائمة التولز هختار فورم ديزاينر، فيفتح لي فورم ديزاينر الجديد غير الرينج نوت باد اللي انا عليه. تنزل بقى انت الرينج نوت باد تحت وتخليك هنا في الفورم 2. هعمل لك هنا فورم 2 ليبل، هنزل ليبل هنا كده وهكتب عليه هنا ايه؟ فورم 2. والفورم 2 دي الليبل ده نخليه نفس القصة على 24. اوكي. وهنزل عليه زرار بالشكل ده كده، فورم 2. الزرار ده نخليه فونت مثلا على 14. هكتب على التكست بتاعته كلوز، اقفل. اسميه بي تي ان كلوز، واخليه يشتغل على ميثود لسه هعملها. ميثود لسه ايه هعملها، اسميها ايه؟ نسميها مثلا بي تي ان كلوز اندرسكور. تمام كده، حلو قوي. كل ده لسه على الهوا، امال احفظه امتى؟ احفظه من هنا اهو، سيف من الفورم ديزاينر على الديسكتوب وسميها اف ار ام 2 ودوس انتر. هيعمل لك ليها ثلاث ملفات. قوم يا عمي الثلاث ملفات هاتهم كده، خليهم مرتبين. ادي 1 فورم 1 الديزاين بتاعها، وادي اكواد الفيو، وادي اكواد الاكشنز، وادي عندك الفورم 2 الديزاين بتاعها، وادي عندك اكواد الديزاين، وده عندك الكنترولر بتاعها. دي فورم 1 وفورم 2. تمام كده. الكلوز ده عايز ابرمجه مثلا. الداله اسمها ايه؟ احنا كده خلاص عملنا سيف للفورم 2. دي الداله، خدها كوبي وهات لي الرينج نوت باد واعمل اوبن على الكود بتاع فورم 2 اف ار ام 2 كنترولر. تعالى هنا بقى كده اعمل لي ايه؟ فانك هنا. الفانك دي سميها بي تي ان كلوز اندرسكور كليك، وادي الاقواس بتاعتها. هتعمل ايه؟ هتندع على الاو فيو من هنا من الفورم 2. تمام. دوت الوين اللي فيها، اللي هي الوين اللي انا عليها هنا في الملف ده، دوت اعمل لي كلوز، اقفلها بس، وادي سيف. تمام كده. دي كده الفورم 2 خلاص. طب حلو قوي، واحنا لسه في الفورم 1 اهي، يعني انا كده ده اكواد الفورم 1، ده اكواد الفورم 2. خلاص.
الفورم ديزاينر اللي في النو اللي في الرينج نوت باد فورم 1 الاساسيه. حلو قوي، يبقى انا كده عندي فورم 2 خلاص. ماشي، طيب اقفل الفورم ديزاينر ده وافتح لي فورم ديزاينر جديد اهو. الفورم ديزاينر الجديد هعمل بيه فورم 3، ادي ليبل وهنزل الليبل ده هنا وهكتب عليه فورم 3، هخلي الفونت بتاعه على 22 وهنزل زرار هنا اهو. الزرار ده هخلي الفونت بتاعه مثلا على 14 وهكتب عليه كلوز وهسميه btn كلوز وهديله ميثود لسه هعملها btn كلوز اندرسكور كليك. ماشي، حلو قوي. احفظ بقى الكلام ده سيف على الديسك توب، هسميها FRM3. ادي سيف هيعمل لك الثلاث ملفات بتوعها. ادي ملف اللي بترجع ليه في الفورم ديزاينر، وادي ملف اكواد العناصر اللي على الشاشه التصميم، وادي ملف الكنترولر اللي بتتحكم منه وتكتب فيه اكوادك اللي انت عايزها. خلاص، يبقى انت عندك اهي الفورم 1 وهي الفورم 2 وهي ايه الفورم 3. تمام كده، طيب لغايه كده بفضل الله تمام. دي الفورم 3 خلاص. تمام، اقفل بقى الفورم ديزاينر، لو احتاجنا نبقى نفتح مش مشكله، سهل يعني الفورم ديزاينر نفتحه بفضل الله. المهم هاجي هنا هعمل اوبن كنترول او في الرينج نوت باد وهفتح الاكواد بتاعت فورم 3 اف ار ام 3. فين يا جماعه؟ اهي كنترولر اهي، افتحها كده. ماشي، دي الاكواد بتاعتها. هحط نفس الميثود سيف اه يس، هحط نفس الميثود اللي هنا، هي نفس الفانك اللي هنا او الميثود دي، هاخدها كوبي واحطها هنا ايه بيست بالشكل ده كده. ادي سيف، ده فورم ايه 3 الاكواد بتاعتها يعني. تمام، بس كده. تعالى كده نزل الرينج نوت باد تحت كبدايه كده، بعيد عن الرينج نوت باد خالص. شغل الفورم 1 اهي، شغل الفورم 2 اهي، اقفلها قفلت. شغل الفورم 3 اهي، اقفلها قفلت. خلاص، يعني انت هنا ايه، ده شغل بعيد اهو عن الرينج نوت باد. تعالى بقى نكمل على الفورم 1 اللي هي لسه ما عملتش فيها اي حاجه. هنزل هنا زرار كده، الزرار ده هخلي الفونت بتاعه على مثلا 16 وهكتب عليه فورم 2، يفتح فورم ايه، يفتح فورم 2، وده هسميه بي تي ان اف ار ام، سميه بي تي ان اف ار ام 1. اوكي، بي تي ان اف ار ام ايه 1. خد منه، اقف عليه كده ودوس على دوبليكيت النسخه اهي الثانيه اهي. ماشي، دي هتبقى ايه فورم 3. هنا بي تي ان اف ار ام 3 لوحده اتسمى لوحده. هاجي هنا هعمل ميثود اسميها اف 2، هنا هعمل ميثود اسميها اف 3. ده خلاص اثبتت الميثود فيهم، لسه بقى اعمل الميثودز دي جوه او الفانكشنز دي ايه جوه. هاجي هنا اعمل فانك اسميها اف 2، دي هتفتح الفورم ايه 2، وادي الاقواس. تعمل ايه الاف 2 دي؟ بص، هو انا في الاول عايز اعمل ايه، عايز اعمل لود للملف اللي انا هشغله، اللي انا هشغل منه اللي هو ايه، اللي هو المفروض اف ار ام 2 لها كنترولر، ده اللي انا هشغله كنترولر عشان يلقط الاكواد والتصميم، اللي انا هشغله ايه كنترولر اف ار ام 2 كنترولر الملف دوت رينج. ماشي، ده في البدايه. خلاص كده بقت معاك، كده بقت ايه معاك. قول له بقى اوبن اندرسكور ويندو، ماشي، وحط ايه اسم الفورم هنا اللي هي اف ار ام اللي انت هتشغلها، اف ار ام 2 كنترولر.
خد بالك ادي ايه، اعمل سيف، تعال نجرب كده، كنترول مع اف 5، فورم 2 فتح لك فورم 2 اهو، ايه رايك؟ فتح فورم 2 اهو، تعمل كلوز يقفل فورم 2 خلاص. وممكن كمان لو انت مش عايز تعمل الدبل كود دي، تعمل زي ما هو عامل فوق كده، تعمل نقطتين، النقطتين دول اكنك بتقول له خد السترنج ده، بس بشرط ما تحطليش مسافات فيه بس، تمام؟ اختصار يعني. اهو سيف، اعمل كنترول مع اف 5 اهو، جايه لك اهي فورم 2، دوس عليها فتحت لك فورم 2 اهي، اقفل فورم 2 قفلت فورم 2 كده، شغال على كذا شاشه. عايز تنظم وتخلي استدعاء الفورم 2 فوق براحتك، على اساس ان كده مثلا يعتبر ده بروجكت واحد، فانت عايز تستدعي كل الشاشات في حته واحده، فاهم الفكره جايه ازاي؟ براحتك، عايز تنظم نظم، يعني عايز تاخد اللود دي واللود اللي احنا لسه هنعملها، يعني احنا دلوقتي هنعمل فانكشن ثانيه، اخد ده كوبي كده، اعمل فانكشن ثانيه هنا هسميها اف 3 خلاص، بس هتندى على اف ار ام 3، وهنا هتفتح الاف ار ام 3، وادي سيف. عايز انت بقى تخلي اللود دي واللود دي داخليه هنا، مفيش مشكله، لو هتفتح الشاشه دي من اكتر من حته خلاص خليها فوق كتنظيم، يبقى اللود بتاع الفورم كله ورا بعضيه، لان هو كده كده اصلا بيلود حاجه خاصه بيه زي ما انت ما فاهم، بفضل الله شرحنا الكلام ده قبل كده، تمام؟ اهو اعمل سيف، كنترول مع اف 5، ده البرنامج قدامك اهو، دوس على فورم 2 فتحت فورم 2، اقفل فورم 2 قفلت فورم 2، دوس على فورم 3 فتحت فورم 3، دوس كلوز على فورم 3 قفلت فورم 3 وقفلت معاها البروجكت. فين فورم 3؟ دي فورم 3 بي تي ان كلوز، لا ثواني بقى معلش، في حاجة بي تي ان كلوز كليك، بي تي ان كلوز كليك، وانت كنت كاتبها هناك غلط، انت بدل ما تكتب بي هنا كتبت سي، خدت بالك انت؟ سي تي ان، انا ما خدتش بالي، مش مشكلة خلاص، افتح لي الفورم ديزاينر نعدل، عشان نعدلها في البرمجة بقى، ده كده الفورم 2 اتعملت بالاسم ده، اعمل اوبن، واخد بالك من اللي حصل؟ هي قفلت البروجكت عشان عملت ايرور اصلا. ديسكتوب اهو، هات لي الفورم 2 هي بي تي ان، كتبتها هنا غلط وخدتها غلط، وادي سيف عليها بي تي ان يا ريس، بي تي ان كلوز كليك، سيف اهو بي تي ان كلوز كليك، هاخدها بقى كوبي دي اهي، سيف واقفل ده خالص، او قبل ما تقفله هات الرينج نوت باد ودي حطها لي هنا كده ماشي، وادي سيف، هي هنا اهي، وادي ايه سيف ماشي خلاص، اقفل ده بقى، افتح ده كده احنا جربناه، جرب بقى ايه من الاصلي، هات ده كده سيف، كنترول اف 5، فورم 3 قفلت فورم 3، فورم 2 قفلت فورم 2، بس كده مفيش ايرورات. عايز تفتح الاثنين مع بعض، ادي فورم 2 وادي فورم 3، الاثنين مفتوحين، واقفل اللي انت عايزه بس. يبقى احنا كده بفضل الله عملنا اكتر من شاشه في نفس البروجكت. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد، وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.